بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، الإمام المجدد أحمد بن تيمية الحراني رحمه الله. الدرس 12. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمنا الله تعالى وإياه: فمن كان متبعا للأنبياء نصره الله سبحانه بما نصر به الأنبياء. قال رحمه الله: فإذا كانت الشياطين تأتي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لتؤذيهم وتفسد عبادتهم وتفسد عبادتهم، فيدفعهم الله تعالى بما يؤيد به الأنبياء من الدعاء والذكر والعبادة ومن الجهاد باليد، فكيف من هو دون الأنبياء؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زال السياق في بيان أن الشياطين تأتي لتضل الناس، تأتي بأشياء لتضل الناس، إما بتهديد وإما بترغيب، فهي تفعل لبني آدم أشياء لتضلهم بها، إما بأن تهددهم حتى يخضعوا لها، وإذا كانوا لا يخضعون مثل الرسل فإنها تحاول أن تفسد أعمالهم من باب الحسد، تحاول أن تفسد أعمالهم، كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث السابقة أن الشيطان عرض له في صلاته وأراد أن يشوش عليه صلاته، حتى إنه أتاه بشهاب من نار يريد أن يؤذيه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم مؤيد من قبل الله فلا سبيل للشيطان عليه، فلذلك نصره الله عليه وأمسكه حتى كاد أن يربطه بسارية المسجد، لأن الله نصره عليه وأبطل كيده. فإذا كانت الشياطين تفعل هذا مع الأنبياء ولكن الله يحميهم، فكيف لا تفعل هذا مع من هو دون الأنبياء، ممن يدعون الصلاح والعبادة لكنهم على جهل، على جهل، فيأتونهم بأشياء يتظاهرون أنها من خوارق العادات ومن كرامات الأولياء، فيغرونهم بذلك، يغرونهم بهذه الأشياء، ويزعمون أنهم حصلت لهم من باب الكرامة من الله، وهي في الحقيقة من كيد الشيطان، فيضلون بسبب ذلك، مثل ما عليه كثير من الصوفية والقبورية، يضلون بسبب هذه الأشياء التي تظهر على أنها خوارق عادات وكرامات، ويظنون أنهم حصلوا عليها بسبب العبادة، وهي بالعكس هي خوارق شيطانية لأجل إضلالهم بها. هذا هو المقصود. فلا يغتر بما تظهره الشياطين لمن يعبدون القبور أو التماثيل أو الأصنام، أن الشياطين تظهر لهم بمظهر المعين لهم
وقد تحملهم في الهوى وقد كما يحصل كثيرا للسحرة وغيرهم بسبب أن البني آدم خضعوا للشياطين فخدمتهم الشياطين لأجل إفساد عقيدتهم تخدمهم لأجل إغرائهم. فلا يغتر بهذه الأمور، يجب على المسلم أن يكون حذرا من كيد الشيطان وأن يعرف نفسه، يعرف نفسه وأنه مقصر وأنه مذنب وأنه بحاجة إلى المغفرة. لا يغتر بنفسه ويدعي أنه صار من الأولياء وصار للتصرف في الكون كما حصل لهؤلاء المغرورين من مشايخ الطرق ومن سدنة القبور وغيرهم. نعم. فإذا كانت الشياطين تأتي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لتؤذيهم وتفسد عبادتهم فيدفعهم الله تعالى بما يؤيد به الأنبياء من الدعاء والذكر والعبادة ومن الجهاد باليد، فكيف من هو دون الأنبياء؟ نعم، من هو دون الأنبياء الذي ليس معه مثل إيمان الأنبياء وليس معه نصرة مثل ما للأنبياء من النصرة، هم أولى بأن يغتروا بالشياطين وينخدعوا بذلك. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قمع شياطين الإنس والجن بما أيده الله تعالى من أنواع العلوم والأعمال. النبي صلى الله عليه وسلم قمع شياطين الإنس والجن، لأن الإنس لهم شياطين يروجون الباطل ويدعون إلى الباطل بشبه وضلالات، فالنبي صلى الله عليه وسلم قمعهم بالقرآن والسنة مما أبطل كيدهم، وكذلك قمع شياطين الإنس شياطين الجن مثل ما حصل لهذا الشيطان الذي عرض للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قمع شياطين الإنس والجن بما أيده الله تعالى من أنواع العلوم والأعمال، ومن أعظمها الصلاة والجهاد، وأكثر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة والجهاد. نعم، الصلاة، لأن الصلاة كما قال الله جل وعلا: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. الصلاة فيها جهاد للنفس وجهاد للشياطين والأعداء، يعين الله المصلين على مشاق الحياة وعلى الأعداء، خلاف الذين يضيعون الصلاة فإنها تتسلط عليهم أعداؤهم ولا يكون لهم عون من الله سبحانه وتعالى. وكذلك الجهاد، الجهاد بالسلاح، الجهاد بالحجة والجهاد بالسلاح، الجهاد على نوعين: جهاد باللسان بالحجة، وجهاد بالسيف والسنان. فالله يؤيد أهل الإيمان بهاتين الخصلتين، وتكاثرت الأحاديث في الحث على الصلاة لما فيها من الإعانة للعبد وحمايته، ولكونها تقرب العبد من الله بذكره، ولذكر الله أكبر. وكذلك الجهاد، فإنه يقمع شياطين الإنس والجن، وما ترك قوم الجهاد في سبيل الله وهم يقدرون عليه إلا سلط الله عليهم شياطين الإنس والجن، ما ترك قوم الجهاد في سبيل الله وهم يقدرون عليه
إلا سلط الله عليهم شياطين الإنس والجن. الجهاد يقمع الشياطين ويرد كيدهم، هم لا يقفون، إذا سنحت لهم الفرصة دخلوا على المسلمين للإضرار بهم ولإزالة الدين، هم لا من تركناهم يتركوننا، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فهم ليسوا إذا تركناهم تركونا، إنما يتسلطون علينا، إذا تركناهم تسلطوا علينا زيادة. نعم. والله جل وعلا قال لنبيه: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. الكفار يجاهدون بالسلاح، والمنافقون يجاهدون بالحجة ورد باطلهم وشبهاتهم. نعم. وأكثر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة والجهاد. نعم. فمن كان متبعا للأنبياء نصره الله سبحانه بما نصر به الأنبياء، كما أن الله نصر الأنبياء على أعدائهم من الشياطين الإنس والجن، فإن الله ينصر أتباع الأنبياء كذلك، ينصر أتباع الأنبياء بما نصر به الأنبياء. نعم. وأما من ابتدع دينا لم يشرعوه فترك ما أمروا به من عبادة الله وحده لا شريك له واتباع نبيه فيما شرعه لأمته، وابتدع الغلو في الأنبياء والصالحين والشرك بهم، فإن هذا يتلعب به الشياطين. نعم. هذه فائدة عظيمة، أن من تمسك بالدين وتابع الأنبياء نصره الله، ولن يستطيع العدو أن يتغلب عليه، بل هو الذي يتغلب على العدو إذا تمشى على الدين والسنة في العقيدة وفي العمل وفي الآداب والأخلاق، تمسك بالسنة فإن الله ينصره. أما إذا إنه تعلق بالبدع ورغب في البدع وهجر السنن فعلى العكس، فإن الله يذله ويسلط عليه أعداءه. ولذلك كم عدد المسلمين اليوم؟ إن صدق حدهم يقولون مليار وما أدري كم، أكثر من مليار، أين هم؟ أليسوا أصحاب بدر 310 قد نصرهم الله على أهل الكفر ودوى نصرهم في العالم إلى الآن؟ فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، بسبب أنهم ساروا على شرع الله عز وجل. الآن لما صار كثير من المسلمين مبتدعة وقبورية صوفية ويتهكمون بمن دعاهم إلى السنة وإلى العقيدة الصحيحة، تهكمون به ويحذرون منه، ماذا كان واقع المسلمين اليوم؟ مع الأسف ماذا كان واقع المسلمين؟ العدو تسلط عليهم وأخذ ما بأيديهم واستذلهم وصاروا تابعين للأعداء ويهددونهم صباحا ومساء، لأنهم تخلوا عن الله فتخلى الله عنهم، أحيوا البدع وهجروا السنن، أقاموا الأضرحة وعملوا بالبدع الشركية والبدع العملية وتركوا الدين الصحيح. هذا كانت النتيجة الآن مع كثرة المسلمين، ومع أن أغلب المسلمين بأيديهم ثروات العدو بحاجة إليها، أعطى الله بعض المسلمين ثروات ما هي عند العدو، والعدو بحاجة إلى هذه الثروات. فلو أن المسلمين تمسكوا بدينهم تمسكا صحيحا واعتزوا به لأذل الله عدوهم. نعم.
قال تعالى: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. قال تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. هذه الآيات الثلاث فاصلة ببيان الحق ورد الباطل، وتبين من الذي يتسلط عليه الشيطان. تسلط على الذين يتولونه يتبعونه ويقبلون وساوسه ويروجون شبهاته، يتولونه، والذين هم به مشركون. كيف يكونون مشركين بالشيطان؟ نعم، اللي يعبدون القبور والأضرحة هؤلاء مشركون، لأن الشيطان هو الذي أمرهم بهذا، فهم أطاعوا الشيطان فصاروا مشركين بالشيطان، لأنهم أطاعوا أمر الشيطان وعصوا أمر الرحمن. والله جل وعلا قال: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. فبسبب انحيازهم للشيطان سلطه الله عليهم. أما الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون فإنه ليس له عليهم سلطان ولا يقدر أبدا عليهم. إنه ليس له سلطان أي قوة وحجة على الذين آمنوا بربهم، الإيمان الصحيح، وعلى ربهم يتوكلون، ما يتوكلون على غيره. لماذا نص على التوكل هنا؟ أن الإنسان لا يذل أمام المهددات أو المغريات، فلا يتفاعل مع التهديد والوعيد ولا مع الوعود والترغيب، بل إنه يتوكل على الله ويفوض أمره إلى الله جل وعلا، فهذا ينصره الله سبحانه وتعالى. نعم. وقال تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. نعم، لما قال الشيطان لربه: لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، قال الله جل وعلا: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، ليس لك عليهم سلطان، لا تقدر عليهم، لأنهم في حماية الله، لأنهم في حماية الله، ومن كان في حماية الله فلن يضره أحد، يجير ولا يجار عليه سبحانه وتعالى. لكن الشأن في الصدق مع الله سبحانه وتعالى. إن عبادي أي العباد الخاصين، العباد يطلق على جميع الخلق، يسمون عباد المؤمن والكافر كلهم عباد، ولكن المراد هنا العبودية الخاصة. إن عبادي كما في الآية: عبادك منهم المخلصين، ما قال عبادك وسكت، قال المخلصين. فالعبودية على قسمين: عبودية عامة تشمل الكافر، وعبودية خاصة بالمؤمنين، وهي عبودية تشريف وتكريم. نعم. ومنها أن يدعو الرائي بذلك ربه. نعم. ومنها أن يدعو الرائي بذلك ربه تبارك وتعالى ليبين له الحال. نعم. ومنها الإيمان والتوكل، ومنها الدعاء، يعني مما ينصر الله به المؤمن أولا الإيمان،
وثانيا التوكل على الله، وثالثا الدعاء. الدعاء سلاح المؤمن، الدعاء مقامه عظيم. فإذا دعا العبد ربه صادقا في دعوته فإن الله جل وعلا يجيبه. قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فإن حصل دعاء ولم يحصل إجابة فالخلل من قبل العبد، الخلل من قبل العبد، ما كل دعاء يستجاب لوجود موانع من الإجابة، لوجود موانع تمنع الإجابة. وإلا لو أن الإنسان تخلى عن الموانع فإن الله قريب مجيب. نعم. ومنها أن يقول لذلك الشخص: أأنت فلان؟ ويقسم عليه بالأقسام المعظمة ويقرأ عليه قوارع القرآن إلى غير ذلك من الأسباب التي تضر الشياطين. يعني إذا عرض الشيطان وظهر عند القبر وقال: أنا فلان الميت وأنا أسمع دعاكم وأنا أحضر لكم ما تريدون، فالدهما يظنون أن هذا هو الميت صحيح، ولكن الحقيقة أن هذا الشيطان تصور بصورة الميت كما سبق، تصور بصورة الميت ليغريهم ويخدعهم. فالمؤمن لا يغتر بهذا، بل إنه يخاصمه ويستحلفه بالله، إنه لن يحلف بالله لأنه يخشى من العقوبة، يعلم قدرة الله عز وجل. إذا استحلفه بالله: هل أنت فلان؟ ما يمكن أنه يحلف، ما يمكن أنه يحلف، يخاف أن الله يعاقبه. كذلك أن يقرأ عليه القرآن، فإذا قرأ عليه القرآن ضاع، إذا قرأ عليه القرآن ضاع، لأن الشياطين لا تقرب القرآن ولا تقرب ذكر الله عز وجل. فإذا ظهر عند القبر فعليه أنه يقرأ القرآن يشوف هل هو يبقى ولا ما يبقى، إذا كان ذهب هذا شيء طه بلا شك. نعم. ويقرأ عليه قوارع القرآن إلى غير ذلك من الأسباب التي تضر الشياطين. نعم. وهذا كما كان كثيرا من العباد يرى الكعبة تطوف به ويرى عرشا عظيما وعليه صورة عظيمة. نعم. الشيطان يأتي بحيل كثيرة قد لا تتصورها العقول، فيأتي عند المغرور الجاهل فيصور له أن الكعبة جاءت، الكعبة جاءت وأنها تطوف به، ويعتبر هذا من الكرامات، المغرور يعتبر أن هذا من الكرامات وأن الكعبة جاءت تطوف به لكرامته وعظمته وإيمانه، وهو كذب محض. الكعبة لا تأتي ولا تطوف بأحد، الكعبة بيت الله عز وجل مصونة محفوظة. فهو يخيل له صورة الكعبة ليتلاعب به ويغره. نعم. يرى أن الكعبة تطوف به. نعم. ويرى عرشا عظيما وعليه صورة عظيمة. وكذلك يتخيل لبعض المغرورين أنه على عرش عظيم بين السماء والأرض وعليه جسم عظيم ونور، فيظن المغرور أن هذا عرش الله وأن هذا هو الله، وهو شيطان. وسيأتيكم قصة عبد القادر الجيلاني مع الشيطان. نعم. ويرى أشخاصا تصعد وتنزل فيظنها الملائكة ويظن أن تلك الصورة هي الله تعالى وتقدس، ويكون ذلك شيطانا. أن هذه الصورة أنها عرش، وأن الله الذي عليه هو الله، وأن الذي ينزلون يصعدون هم الملائكة، وهذا كله تدجيل وكذب، كله تدجيل وكذب. نعم.
وقد جرت هذه القصة لغير واحد من الناس، فمنهم من عصمه الله وعرف أنه الشيطان كالشيخ عبد القادر في حكايته المشهورة، حيث الشيخ عبد القادر الجيلاني من أئمة الحنابلة، فيه صلاح ودين فقه وعلم، وهو الذي تحاك حوله الخرافات وينتسب إليه الصوفية طريقة القادرية نسبة إلى عبد القادر، وهو كذب. عبد القادر بريء منهم، بريء من هذه الطريقة ومن أصحابها، لأنه رجل صالح عالم مستقيم. نعم. حيث قال: كنت مرة في العبادة فرأيت عرشا عظيما وعليه نور، فقال لي: يا عبد القادر، أنا ربك وقد حللت لك ما حرمت على غيرك. قال: فقلت له: أنت الله الذي لا إله إلا هو، اخسأ يا عدو الله. قال: فتمزق ذلك النور وصار ظلمة. وقال: نعم، قال له: أنت الله الذي لا إله إلا هو. ما استطاع يقول أنا الله، لأن ما حد يتسمى بالله أبدا، للشياطين ولا غيره، ما حد يستطيع يقول أنا الله، إنما يقول أنا ربك، مثل ما قال فرعون: أنا ربكم الأعلى. ما قال فرعون أنا الله، قال أنا ربكم، رب. هذا الشيطان قال لعبد القادر: أنا ربك، أنا ربك. فلما قال أنا ربك تحداه وقال له: أنت الله، فلم يستطع أن يقول أنا الله. شوف الفقه والعلم، لم يستطع أن يقول أنا الله، دل على أنه كذاب. ثم قال له: اخسأ عدو الله، لما تلجلج ولم يستطع قال له: اخسأ عدو الله. انكشف حينئذ، اضمحل وذهب هذا العرش وهذا النور وهذا. نعم. قال: فتمزق ذلك النور وصار ظلمة. وقال: يا عبد القادر، نجوت مني بفقهك في دينك وعلمك وبمنازلاتك في أحوالك. نعم، السبب هو الفقه في الدين، هو الذي نجى عبد القادر به من الشيطان. أما لو كان من الجهال لا تردد في هذا، أو اغتر وفرح بهذا الشيء وظن أن هذا هو الله، لكن العلم والفقه الدين شوف كيف يعمل مع الإنسان، يعصم الله به العالم. نعم. لقد فتنت بهذه القصة 70 رجلا. يتخيل لهم أنه عرش وأنه فوق نور فيظلهم، إلا عبد القادر لأنه عالم وفقيه نجاه الله من كيده. نعم. فقيل له: كيف علمت أنه الشيطان؟ قال: سئل عبد القادر رحمه الله: كيف عرفت أنه الشيطان؟ قلت له: اخسأ عدو الله. نعم. قال: بقوله لي: حللت لك ما حرمت على غيرك. شوف الفقه، حللت لك ما حرمت على غيرك. قال عبد القادر إن التحليل والتحريم انتهى بموت الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الله قال: اليوم أكملت لكم دينكم. فبعد وفاة الرسول لا ينزل تحليل ولا تحريم. هذا الذي عرف عبد القادر بكذب هذا الشيطان، أنه قال: حللت لك، ما في تحليل وتحريم بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا من الفقه في دين الله عز وجل. نعم. قال: بقوله لي: حللت لك ما حرمت على غيرك، وقد علمت أن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم لا تنسخ ولا تبدل. ما في نسخ ولا تبديل ولا تغيير بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم، استقرت إلى أن تقوم الساعة وهي مستقرة ومحفوظة ولله الحمد، ما أحد يستطيع يغير فيها. نعم. ولأنه قال: أنا ربك،
ولم يقدر أن يقول أنا الله الذي لا إله إلا أنا، فعرف كذبه بأمرين. أولاً أنه ما استطاع يقول أنا الله الذي لا إله إلا أنا، والأمر الثاني أنه ادعى أنه يحل ويحرم بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. ومن هؤلاء من اعتقد أن المرئي هو الله، وصار هو وأصحابه يعتقدون أنهم يرون الله تعالى في اليقظة. نعم. ومن هؤلاء الذين يتراءى لهم الشيطان من يصدق الشيطان ويظن أن هذا الذي تراءى له هو الله، وأن الذي خاطبه هو الله، وهذا كثير عند الصوفية، حيث يقولون نحن نتلقى علمنا من الله ولا نتلقاه عن أحد، لا من الرسل ولا من غيرهم، الرسل للعوام، أما نحن فنحن وصلنا إلى الله فنأخذ عن الله مباشرة، هكذا يقولون. نعم. ومن هؤلاء من اعتقد أن المرئي هو الله، وصار هو وأصحابه يعتقدون أنهم يرون الله تعالى في اليقظة. الله جل وعلا لا يرى في الدنيا، لا يرى في الدنيا في اليقظة أبدا. موسى عليه السلام كريم الله قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، الجبل الأصم من دك من عظمة الله، فكيف الإنسان البشر المخلوق اللحم والدم يستطيع أن يرى الله في هذه الدنيا؟ إذا كان الجبل ما ثبت فكيف يثبت الإنسان؟ فالله لا يرى في اليقظة في الدنيا، إنما يرى في الآخرة، يرى بالعين رؤية عيان في الآخرة، لأن الله يعطي أهل الجنة قدرة وقوة على أن يستطيع رؤيته سبحانه وتعالى، ما في الدنيا لا. أما إن الله يرى في المنام، نعم يمكن، يمكن إن الله يرى في المنام لبعض الناس. الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا لا يمكن أن يرى بعد موته في اليقظة كما تدعي الصوفية، أنه يأتي ويحضر حفلاتهم ويحضر موالدهم، هذا كذب، الرسول ما يأتي، وإنما هذا شيطان. فالرسول لا يرى في الدنيا بعد موته صلى الله عليه وسلم ولا يأتي، لكن قد يرى في المنام لمن يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الشيطان لا يتمثل بصورة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن هذا يحصل لمن يعرف صورة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعرف صورة الرسول وهيئة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا نادر في العلماء. نعم. وصار هو وأصحابه يعتقدون أنهم يرون الله تعالى في اليقظة، ومستندهم ما شاهدوه، وهم صادقون فيما يخبرون به، ولكن لم يعلموا أن ذلك هو الشيطان. هم نعم هم صادقون، إنهم يقولون رأينا كذا ورأينا، هم نعم هذا صحيح، هم رأوا كذا، لكن هل هو الله أو هو الرسول؟ لا، هذا الشيطان. نعم. وهذا قد وقع كثيرا لطوائف من جهال العباد، يظن أحدهم أنه جهال العباد يعني الصوفية الذين يعبدون الله بغير علم بغير بصيرة. نعم. يظن أحدهم أنه يرى الله تعالى بعينه في الدنيا، لأن كثيرا منهم أري ما ظن أنه الله وإنما هو شيطان. نعم. لأنه ليس عنده علم فظن أن هذا هو الله أو اعتقد أن هذا هو الله، أما الذي عنده علم هو مثل عبد القادر فإنه دحر الشيطان، دحره وأصغره. نعم. وكثير منهم، لكن هذا يدل على فضل العلم وعلى أن المسلم بحاجة إلى العلم، بحاجة إلى العلم الصحيح، أن يتعلم
وأن يتفقه في دين الله عز وجل حتى يسلم من هذه الشبهات وهذه الشرور. نعم. وكثير منهم رأى من ظن أنه نبي أو رجل صالح أو الخضر وكان شيطانا. نعم. وبعض الشياطين يتصور بصورة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن صورة مكذوبة، ما هي بصورة الرسول صلى الله عليه وسلم الحقيقية، لأن الشيطان لا يتصور بصورة الرسول الحقيقية، لكن قد يتصور صورة موهومة، فالذي لا يعرف الرسول يصدق هذه الصورة، يصدق. هذا أيضا يدلكم على أن المسلم بحاجة إلى العلم، بحاجة إلى أن يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم، يعرف سيرته ويعرف صفاته عليه الصلاة والسلام، حتى كأنه ينظر إليه من أجل أن لا يخدعه الشيطان ويغره. نعم. وكثير منهم رأى من ظن أنه نبي أو رجل صالح أو الخضر وكان شيطانا. أو الخضر، والخضر هو عبد من عباد الله آتاه الله علما، كان في وقت موسى عليه السلام، كان في وقت موسى عليه السلام، وقال الله لموسى إن لي عبدا عنده من العلم ما ليس عندك، فذهب موسى عليه السلام إلى الخضر، سافر إلى الخضر ليتعلم منه، القصة المذكورة في آخر سورة الكهف، سورة الكهف. هذا هو الخضر، عبد صالح. بعض العلماء يقول إنه نبي، الله أعلم، قيل إنه عبد صالح وقيل إنه نبي، لأن الله أجرى على يده معجزات، معجزات كما ذكر الله في القرآن. نعم. فهذا هو الخضر. نعم. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من رآني في المنام فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي. في صورتي. نعم. هذا إذا عرفت صورة الرسول صلى الله عليه وسلم، عرفتها وتيقنتها، فلا يمكن أن الشيطان يظهر لك بها. أما إذا كنت تجهل صورة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه قد يظهر في أي صورة ويقول لك أنا الرسول. نعم. فهذا في رؤية المنام، لأن الرؤية في المنام تكون حقا وتكون من الشيطان. أي نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: من رآني فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي، هذا في المنام، رؤية المنام. أما أنه يرى في اليقظة بعد موته صلى الله عليه وسلم، هذا كذب، ولا أحد يرجع إلى الدنيا من الأموات أبدا، لا الرسل ولا غيرهم. نعم. لأن الرؤية في المنام تكون حقا وتكون من الشيطان. الرؤية في المنام على ثلاثة أقسام، يمكن الرؤية تؤخذ، تكون أضغاث أحلام، حديث نفس، يصير الإنسان يفكر في شيء ومهتم في شيء، فإذا نام يتصور له هذا الشيء في نومه، لأنه مهتم به ومنتقش في ذاكرته، هذه أضغاث أحلام، أخلاط ما لها قيمة، اللي هو مهتم به باليقظة ظهر في نومه. النوع الثاني من الشيطان، الشيطان يجي يزعج الإنسان بالأحلام المخيفة والمزعجة، يكدر عليه نومه ويزعجه، لأن الشيطان يحاول مضرة الإنسان مهما استطاع، ومن ذلك أنه يكدر عليه نومه، إذا لم يحتط الإنسان عند النوم ويقرأ آية الكرسي والمعوذتين والإخلاص، فإن الشيطان يتسلط عليه في نومه. أما إذا قرأ آية الكرسي فإنه لا يقربه شيطان، ولا يزال عليه من الله حافظ حتى يصبح. فإذا ترك قراءة آية الكرسي وما معها، فإنه حري أن الشيطان يتلاعب به،
ويريه ما يكره حتى يزعجه ويخاف ويروح يدور التأويل والتعبير عند الناس، وهذا كله من الشيطان، عليه أنه يرفضه ولا يهتم به ولا يخبر به أحدا. النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى أن من رأى رؤيا يكرهها فإنه أولا يتحول من جنبه الذي هو عليه إلى الجنب الآخر، ثانيا أن ينفث عن يساره 3 مرات ويقول نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثالثا ألا يخبر بها أحدا ولا يفسرها فإنها لا تضره بإذن الله. القسم الثالث الرؤيا الحق، الرؤيا الحق وهي التي تجري على يد الملك، ملك من الملائكة يأتي للإنسان برؤيا حق، وهذا حصل للرسول صلى الله عليه وسلم للرسل، وهي أول ما بدأ به الوحي، الرؤيا الصادقة تحصل للمؤمنين، تحصل لهم رؤى مبشرات، هذه رؤيا حق، هذه لا بأس أنه يفرح بها ويخبر بها من يحب. نعم، لأن الرؤية في المنام تكون حقا وتكون من الشيطان، فمنعه الله تعالى أن يتمثل به في المنام. إيه نعم، لما كانت الرؤية حق منع الله الشيطان أن يتمثل به في المنام أبدا، ما يتمثل الشيطان بصورة الرسول، فإن جاء إلى النائم متمثل فهذا كذب، ما هو بالرسول، يعلم الإنسان هذا، إلا إذا كان يعرف صفات الرسول صلى الله عليه وسلم الفارقة بينه وبين غيره، فإنه قد يأتي الرسول إليه في المنام، قد يرى الرسول في المنام. نعم، وأما في اليقظة فلا يراه أحد بعينه في الدنيا أبدا، ما أحد يرى الرسول ولا غيره من الأموات في الدنيا، ألم يروا أنهم إليهم كما أهلكنا من قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون، من مات فإنه لا يرجع أبدا، من مات فإنه لا يرجع إلى الدنيا. نعم، فمن ظن أن المرئي هو الميت فإنما أوتي من جهله. نعم، هو الجهل هو الآفة، فالإنسان إذا تعلم العلم النافع عصمه الله به من الشيطان، أما إذا كان جاهلا فهو معرض لفتنة الشيطان. نعم، ولهذا لم يقع مثل هذا لأحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، لكمال إيمانهم، كمال إيمان الصحابة والتابعين لهم بإحسان، لم يتعرض لهم الشيطان ولم يغرهم لكمال إيمانهم ودينهم. نعم، وبعض من رأى هذا أو صدق من قال إنه رآه اعتقد أن الشخص الواحد يكون بمكانين في حالة واحدة فخالف صريح المعقول. نعم، يعني من خرافاتهم أنهم يقولون إن الميت يمكن يصير في أمكنة متعددة، يراه فلان في مصر ويراه فلان في الشام ويراه فلان في الحجاز أو في الرياض، يقولون كذا، يقولون إن الروح طليقة تروح لأي مكان إن شاءت، وهذا من الكذب والبهتان، لا يمكن الإنسان يكون في مكانين في آن واحد، في آن واحد ما يمكن يكون، هذا من المستحيل، هم يقولون لا أنه يصير هذا، وهذا من خرافات الصوفية والجهال. نعم، فهذا مما يرد به عليهم. نعم، ومنهم من يقول هذه رقيقة ذلك المرئي، أو هذه روحانيته، أو هذه معناه لشكل، ولا يعرفون أنه جني تصور بصورته. قد لا يقولون إن هذه صورة فلان أو أن هذا فلان، لكن يقولون هذا سره وروحانيته تمثلت، وبركته
بركته سره روحانيته تمثلت في صورته، وهذا كذب أيضا. نعم، كل هذا من التدجيل. نعم. ومنهم من يظن أنه ملك، والملك يتميز عن الجني بأمور كثيرة، والجن الملك لا يعفى لا يفعل هذا. الملك من عباد الله الصالحين والعلماء، ما يمكن يعمل هذه المخاريق الفاجرة، إنما هذه من أعمال الشياطين، والملائكة لا تعمل أعمال الشياطين. نعم. ومنهم من يظن أنه ملك، والملك يتميز عن الجني بأمور كثيرة. هذا رد عليهم، الملك يتميز عن الجني، ما يشتبه الملك بالجني أبدا. نعم. والجن فيهم الكفار والفساق والجهال. الملائكة كلهم صالحون، كلهم صالحون، أما الجن ففيهم وفيهم، فيهم الصالحون والمسلمون، فيهم الكفار، فيهم العصاة، وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك، وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون. فالجن مثل الإنس، فيهم الكفار والمشركون، وفيهم المؤمنون، وفيهم العصاة والفساق. نعم. وفيهم المؤمنون المتبعون لمحمد صلى الله عليه وسلم تسليما، فكثير ممن لم يعرف أن هؤلاء جن وشياطين يعتقدهم ملائكة. إيه، هذا من نتيجة الجهل، ما يفرقون بين الملائكة وبين الشياطين، فيعتقدون أن هؤلاء الشياطين أنهم ملائكة، ويعتبرون أن هذا من إكرام الله لهم، وأن الملائكة تخدمهم ما أشبه ذلك. نعم. وكذلك الذين يدعون الكواكب وغيرها من الأوثان، تتنزل على أحدهم روح يقول هي روحانية الكواكب. نعم، واللي يعبدون الكواكب في عهد النمرود، والذين بعث إليهم إبراهيم عليه السلام، كان الشيطان يأتيهم بصورة يدعي أنه روحانية الكوكب الذي تعبده تدعوه، أنها جاءت إليك روحه وروحانيته، وهذا من الكذب. فالتماثيل والكواكب هذه جوامد، ما لها تصرف في الكون. هذه الكواكب هذه مخلوقات من مخلوقات الله، سخرها تجري في أفلاكها، فليس لها شخصيات وتصرف في الكون. وكذلك التماثيل هم اللي صنعوها، ينحتون الحجر أو الطين ويجعلونه على صورة إنسان، هذا تمثال، يعبدونه من دون الله. تعبدون ما تنحتون، والله خلقكم وما تعملون، هكذا قال إبراهيم عليه السلام لهم. نعم. تتنزل على أحدهم روح يقول هي روحانية الكواكب، ويظن بعضهم أنه من الملائكة، وإنما هو من الجن والشياطين يغوون المشركين. نعم. والشياطين يوالون من يفعل ما يحبونه من الشرك والفسوق والعصيان. نعم، الشياطين يخدمون من يطيعهم من الإنس ويعصي الله، ولهذا قال سبحانه وتعالى: ويوم أحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال: أولياؤهم من الإنس، ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، فاستمتع بعضنا ببعض. فالجني استمتع بخضوع الإنس له وتعظيمه له، والإنس انتفع من الجني بأن الجني خدمه وأحضر له حوائجه، استمتع بعضنا ببعض. هذا كفر بالله عز وجل، ولا يجوز الاستعانة بالجن. في من يقول أنه فيهم مسلمون ونحن نستعين بالمسلم، مش أدريك أنهم مسلمون. وثانيا هؤلاء غائبون، ولا يجوز الاستعانة بالغائب، غائبون ولا تعلم أنهم مسلمون،
مجلي أدراك أنهم مسلمون، وحتى لو كانوا مسلمين فهم غائبون ولا يجوز الاستعانة بالغائب. وهذه الآية قاضية في الموضوع. ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. ثم قال وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فالله يولي الشياطين على الإنس الذين كفروا بالله وأشركوا بالله. نعم. والشياطين يوالون من يفعل ما يحبونه من الشرك والفسوق والعصيان. نعم، يخدمونه ويحضرون له حوائجه ويطيرون به في الهواء ويروحون به المكة في أسرع وقت ويردونه لمكانه، يخدمونه لأجل أنه يكفر بالله عز وجل، هم مستعدين لهذا الشيء. نعم. فتارة يخبرونه ببعض الأمور الغائبة. نعم، يجيبون له الأخبار لأنهم يطلعون على أشياء ما يطلع عليها الإنس، يطيرون في الهواء ويحضرون في الأمكنة ويسمعون الأخبار وما يجري، يأتون ويخبرون عميلهم من الإنس، فيظن أن هذا من الكرامات وأن الله أطلعه على هذا وهو من الشياطين. نعم. فتارة يخبرونه ببعض الأمور الغائبة ليكاشف بها، يخبر بها الناس حتى يغتروا يقولون هذا من الأولياء. نعم. وتارة يؤذون من يريد أذاه، وتارة يدافعون عنه، يدافعون عنه، الجن تدافع عن عميلهم من الإنس فيظن أن هذا من كرامته على الله عز وجل. الفارق بين ما كان من الله وما كان من الشيطان حال الإنسان. إذا كان الإنسان صالحا تقيا مستقيما فهذا إعانة من الله جل وعلا، أما إذا كان كافرا مشركا شقيا فهذا من الشيطان، هذا هو الفارق. نعم. وتارة يؤذون من يريد أذاه بقتل وتمريض ونحو ذلك. تارة يرسلهم الإنسي إلى أعدائه فيقتلون عدوه أو يمرضونه أو يؤثرون عليه، استخدام الجن، هذا استخدام الجن. في من يقول حنا ما نستخدم إلا الصالحين من الجن وهذا من التعاون، هذا كذب، هذا كما ذكرنا، ما الذي أدراك إن هذا من الصالحين؟ أن تعرفوه تعرف من أين هو، ثانيا هو غائب ولا يجوز الاستعانة بالغائب. نعم. وتارة يجلبون له من يريد من الإنس. نعم، إذا عشق امرأة أو أراد شيئا من الإنس حملوا ذلك الشيء وأتوا به إليه أو ساقوه إليه من غير شعوره ومن غير اختياره، لأن الشياطين عندهم مقدرة ليست عند الإنس. نعم. وتارة يسرقون له ما يسرقونه من أموال الناس، يحضرون له الفواكه ويحضرون له الدراهم ويظن أن هذا من كرامات الله وهم سارقينه من أموال الناس، يدخلون محلات الناس لأن الشياطين تدخل وتخترق الأشياء وتدخل في الأمكنة فيحملون من المستودعات ومن الدكاكين ومن يروحون بالعميلهم من الإنس لأجل يغتر يحسب أن هذا كرامة وهو سرقة. نعم. وتارة يسرقون له ما يسرقونه من أموال الناس من نقد وطعام وثياب وغير ذلك، ويقول هذه كرامة من الله وهذا ولي من أولياء الله، هذا كذب. نعم. فيعتقد أنه من كرامات الأولياء. نعم. وإنما يكون مسروقا، مسروقا من أموال الناس. نعم. وتارة يحملونه في الهواء فيذهبون به إلى مكان بعيد، يحملون الإنسي في الهواء ويطيرون به، ما يحتاج طيارة، ما يحتاج طيارة، يروح مع الجن بس بشرط أنه يخرب دينه وعقيدته وهم يحملونه ولا يحتاج إلى طيارات. نعم. فمنهم من يذهبون به إلى مكة عشية عرفة ويعودون به فيعتقد هذا كرامة، يذهبون بعشية عرفة ليحضر الدعاء ويحضر ويردونه لمكانه ويظن أن هذا كرامة وهو من خداع الشيطان،
مكة ما تبلغ إلا بالوسائل المعروفة، وسائل النقل والسفر، هي بتحصل يعني بلحظة في الهواء. هذا شيطان، نعم، لأجل يغر هذا الإنسان. نعم. فمنهم من يذهبون به إلى مكة عشية عرفة ويعودون به، فيعتقد هذا كرامة مع أنه لم يحج حج المسلمين. ما راح يحج، راح بس بحضر يوم عرفة ويجي لأشغاله وأعماله. هذا من المسلمين اللي يعمل العمل هذا، هذا من أتباع الشياطين. المسلم ما يمكن يصل عرفة ويرجع بليلة واحدة، قد يكون في أقصى المشرق أو أقصى المغرب ويروحه، إلا بالوسائل الحديثة الطائرات، وهذه وسائل مباحة، ما هي بسبب يعني ما هي بسبب الكرامات أو هذه. حتى مع الكفار اللي هم مشركون يركبونها ويروحون عادية، يعني وسائل نقل عادية، ما هي بسببها الإيمان والكفر، سببها الصناعة. هذه صناعة أقدر الله عليها البشر، نعم، وهي وسائل معروفة. أما الشياطين فوسائلهم مجهولة، ما حد يعرفها. نعم. فيعتقد هذا كرامة مع أنه لم يحج حج المسلمين، لا أحرم، لأنه ليس بمسلم. كيف يحج حج المسلمين وهو ليس بمسلم؟ هذا مشرك. نعم. لا أحرم ولا ويقول إن الحج صورته هذه في شغل العوام، هذه شغل العوام، ما نحن خواص، ما نحتاج إلى الحج ولا إلى الصلاة ولا إلى، هذه يحتاجها العوام فقط. نعم. لا أحرم ولا لبى ولا، يعني ما عمل عمل المسلمين، لا أحرم من الميقات ولا لبى ولا أدى المناسك، لأنه ما يعتقد عمل المسلمين، يعتقد أنهم ما هم محتاجين له، وأنه وصل إلى الله مباشرة. نعم. لا أحرم ولا لبى ولا طاف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، لأنه يزعم أنه ليس بحاجة إلى ذلك. نعم. ومعلوم أن هذا من أعظم الضلال، ما في شك، لأن هذا ما يعمله مسلم، لا يعمله مسلم، أنه يزعم أنه حج وهو ما طاف ولا أحرم ولا لبى ولا رمى الجمرات ولا عد المناسك. نعم. ومنهم من يذهب إلى مكة ليطوف بالبيت من غير عمرة شرعية فلا يحرم إذا حاذ الميقات، رحوم بالليل ويطوف بالبيت ويجي المنام، يجي المنام، وقد يكون معه ناس يروح من بينهم ما دري عنه، يجي ينام في مكانه، لأن الشياطين مستعدة لخدمته، حاجزين لهم من الأصل. نعم. ومعلوم أن من أراد نسكا بمكة لم يكن له أن يجاوز الميقات إلا محرما، المسلم لا يجوز له أن يجاوز الميقات إلا محرما مطلقا عند بعض العلماء، حتى اللي ما هو قاصد حج ولا عمره ما يتعدى الميقات إلا محرم، هذا رأي لبعض العلماء. الرأي الثاني أن الإحرام إنما يلزم من يريد النسك من حج أو عمرة، وأما الذي يمر وهو لا يريد حجا ولا عمرة هذا ما يلزمه الإحرام. هذا مر لا أحرم لا الحج وعمرة ولا لغيرها، مر على الميقات وتعدى حدود الله، تعدى حدود الله، والله الميقات ما يتعداه من يريد الحج والعمرة إلا وهو محرم، وهذا ما هو محرم، راح بثيابه وجاء بثيابه. نعم. ومعلوم أن من أراد نسكا بمكة لم يكن له أن يجاوز الميقات إلا محرما، ولو قصدها لتجارة أو لزيارة قريب له. هذا على رأي أنه يلزم الإحرام مطلقا كل من مر بالميقات. نعم. أو طلب علم كان مأمورا أيضا بالإحرام من الميقات. نعم. وهل ذلك واجب أو مستحب؟ فيه قولان مشهوران للعلماء. نعم. وهذا باب واسع، ومنه السحر والكهانة، وقد بسط الكلام على هذا في غير هذا الموضع. نعم، بسط الكلام ووضح، مع هذا يقول إن هنا بسط أكثر من هذا في بقية كتبه رحمه الله. نعم. وعند المشركين عباد الأوثان،
ومن ضاهاهم من النصارى ومبتدعة هذه الأمة في يكفي ذلك يكفي. نعم. وعند وعند المشركين يكفي يكفي. أقول قف عند نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هو الضابط في الكرامات؟ وهل يمكن أن تحصر المقاتلين كأن تصدر منهم رائحة المسك والابتسامة عند الموت؟ فما كيفية التعامل مع هذه القصص؟ هل ترد أم أنها حقيقة؟ الكرامات هي الخوارق، الخوارق للعادة، الخوارق للعادة هذه تنقسم إلى خوارق شيطانية وهي التي مرت بنا، وإلى خوارق من الله جل وعلا وهي على قسمين: معجزات للأنبياء وكرامات للأولياء. من هم الأولياء؟ قال الله جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، هؤلاء هم أولياء الله. كل مؤمن تقي فهو ولي لله عز وجل، وكل كافر مشرك فإنه ولي للشيطان. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت، يخرجونهم من النور إلى الظلمات، فهذا هو الولي. وما يجري عليه من الخوارق كرامة من الله سبحانه وتعالى، أما ما يجري على أيدي الأشقياء والكفار والمشركين والفسقة فهذه ليست كرامات، هذه خوارق شيطانية، خوارق شيطانية. نعم كما سبق. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما معنى قول الشيطان لعبد القادر في أسباب نجاته من هذه الفتنة وبمنازلاتك في أحوالك؟ عبادته، يعني عبادته لله عز وجل. نعم. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، فهذا من عباد الله المخلصين. نعم. أحسن الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هي الأقسام المعظمة؟ نعم. يقول: ما هي الأقسام المعظمة؟ الأيمان، يعني الأيمان المعظمة تعظم بالصيغة، صيغة اليمين تعظم بالصيغة وتعظم في المكان، تعظم في الصيغة، تغلظ، يعني يسمونه تغليظ اليمين، تغلظ في الصيغة: والله الذي لا إله إلا هو، ويكرر من أسماء الله فيها، هذه مغلظة في اللفظ، مغلظة في المكان بأن يحلف عند الكعبة، يحلف عند الكعبة في الملتزم، هذا في المكان، أو في الروضة الشريفة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا تغليظ في المكان. تغليظ في الزمان تكون بعد العصر، تكون بعد العصر، تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل هناك فرق بين الشيطان والجن؟ الشيطان من الجن، ما هم كل الجن شياطين، منهم مسلمون كما سمعتم، مؤمنون أتقياء، ومنهم الشياطين. نعم. كل مارد وعات يسمى شيطانا سواء من الجن أو من الإنس. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: أحد الوعاظ يقول في درسه يكفي. نعم. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: أحد الوعاظ قال في درسه: افسحوا لإخوانكم من الجن، فإنه قد أتاني آت أخبرني بأنهم أتوا من الجن، فما رأيكم في هذا الكلام؟ والله ما أدري، ما أعلم عن هذا شيء، أنا لا أعلم عن هذا شيء. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: تقدم في الدرس السابق حديث فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للشيطان: ألعنك بلعنة الله، وقد جاء نهي عن سب الشيطان لكي لا يتعاظم. سبب يلعن لسبب، الشيطان ما يلعن دائما وإنما يلعن لسبب، هذا سبب، يعني كونه تعرض للرسول صلى الله عليه وسلم هذا سبب يقتضي اللعن. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: أنا رجل مسحور منذ عدة سنوات ولم يكتب الله لي الشفاء إلى الآن مع عملي بالأسباب الشرعية، فهل يجوز لي أن أذبح شاة لله عز وجل
وحده وأتوسل بتوحيدي له في عبادتي، ومنها ذبحي أن يشفيني خلافا للسحرة. أول شيء، ما الذي أدراك أن المرض الذي فيك سحر؟ الأمراض يا أخي كثيرة، لا يعلمها إلا الله سبحانه، ما هو بلازم أن يكون هذا من السحر. ثانيا، لا تيأس من الشفاء، لا تيأس من الشفاء، عليك بالدعاء والإكثار من الورد الصباح والمساء والرقية الشرعية، ولا تيأس، إن شاء الله الله يشفيك إذا توكلت على الله وعملت أسباب الشفاء بالرقية الصالحة ومن العباد الصالحين، فإن الله جل وعلا قريب مجيب، قريب مجيب. أما الذبح فلا يجوز، الذبح لا يجوز، إذا أردت تصدق تصدق بدون ذبح، تصدق بطعام بدراهم بكسوة بدون ذبح، لأن الذبح خطير، يخشى أنك تذبح لأجل طاعة المخرفين واللي يقولون لك اذبح علشان تشفى، هذا ما يجوز، لا تذبح. نعم. إنما إذا أردت مثلا تشتري لحم، تشتري لحم وتعطيها المحتاجين، ما في بأس، لكنك تذبح لا. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل أذكار الصباح والمساء تقي بإذن الله من الشياطين؟ وإذا كان كذلك فكيف جاءت الشياطين للنبي صلى الله عليه وسلم مع أنه أكثر الناس ذكرا لله تعالى؟ ولذلك ردها الله عنه، ولذلك هي تجي لكن يردها الذكر ويردها طاعة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: صليت منذ فترة بجماعة المسجد، وأثناء الصلاة أحسست بخوف ورعب وكأن من يخنقني، فلم أستطع أن أكمل قراءة الآيات، وأحسست بعد تلك الصلاة بخوف من أن أصلي بأي جماعة، مع العلم بأني لم أشعر بمثل ذلك من قبل وأنا أصلي بالناس، والخوف هذا يعتريني. والسؤال: إذا أردت أن أصلي بأي جماعة أحسست بخوف ورعب شديد، فهل هذا الخوف هو شرك الخوف أم خوف السر؟ لا أبدا، هذا ضعف في الشخصية، ضعف في الشخصية، وهذا يعرض لكثير من الناس عند الإمامة، لا سيما إذا فوجئوا بالإمامة، يقول له صلي فلان وما هو على استعداد، قد أو اخطب الجمعة قد يرتبك أول مرة، فعليك بالمضي، عليك بالمضي، ولا ومع الاستمرار إن شاء الله يذهب عنك هذا الشيء. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: تقدم معنا أن الشيطان إذا تصور لبعض الناس فإنه يستحلفه بالله وأنه لن يحلف خوفا من عقوبة الله، فكيف الجمع بين ذلك وبين أن الشيطان قد حلف لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه في قصة سرقته من مال الصدقة؟ حلف على صدق، صدقك وهو كذوب، ما حلف على كذب، ما حلف على كذب، لأنه لو حلف أنه الله صار على كذب، ما يمكن هذا. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يرى الله جل وعلا في المنام؟ وهل رأى أحد من الأنبياء أو غيرهم ربه تعالى في المنام؟ في المنام يمكن، لكن من الذي رآه؟ الله أعلم، لكنه قال أنه ممكن في المنام، لا، أما الرؤية باليقظة لا. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: يقول البعض أن الخضر لم يمت بعد، فهل هذا صحيح؟ وهل المسألة خلافية أم لا؟ هو معطيه تابعية وإقامة حتى يدري أنه حي، مش يدري أنه حي. الله جل وعلا يقول: كل نفس ذائقة الموت. قال جل وعلا: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. ولو كان الخضر حيا لم يسعه إلا أن يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتبعه، لأن بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم ليس هناك دين إلا دين الرسول صلى الله عليه وسلم، فلو كان حيا لجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يأتي. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا كان يمكن أن الله تعالى يرى في المنام، فكيف أعرف أن الذي رأيته هو الله تعالى حقيقة، فربما كان شيطانا متمثلا لي؟ لأنك ما تدري، جاهل. ما لو كنت تعرف
صفات الله وعظمة الله عز وجل وعندك علم ربما يكون الرؤية صحيحة، أما أنك جاهل يمكن يجيك أي شيطان ويقول لك أنا الله مثل ما قال لعبد القادر. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: يرد أحيانا عن بعض العلماء أنه قد تشكل عليه مسألة علمية أو صحة حديث فيحدث أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فأخبره أن الصحيح كذا وكذا، فهل يؤخذ بمثل هذا؟ يمكن هذا، نعم يمكن، يمكن يحصل هذا، يمكن أنه يحصل هذا. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل من يرى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام يدل على قوة إيمان الرائي أو أنه يدخل الجنة؟ وهل ينبغي للمسلم أن يدعو ربه تعالى أن يريه نبيه صلى الله عليه وسلم في المنام؟ الله أراك نبيه من خلال سنته، إذا كنت حريص على رؤية النبي صلى الله عليه وسلم فاعمل بسنته وستراه في الجنة إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا كان الإنسان لا يرجع إلى الدنيا فهل كان الذين يحييهم عيسى عليه السلام من الموتى يرجعون إلى الدنيا؟ هذه معجزة يا أخي، معجزة خاصة بعيسى ما تحصل لكل أحد، المعجزات غير الأمور العادية، هذا جعله الله على يد عيسى معجزة عليه الصلاة والسلام، مثل القرآن، هل أحد يستطيع أن يأتي بالقرآن أو بشيء منه؟ ما أحد يستطيع، هذه معجزة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، المعجزات لها شأن لا يستطيعها البشر ولا تحصل إلا للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في بعض المناشط الصيفية هناك بعض الاستعراضات خارقة للعادة كأكل الجمر والمشي عليه، وقد يكون من يفعل ذلك عليه لحية طويلة. هذا السحر، هذا السحر تخيلي، ما أحد يأكل الجمر، أنت ما تقرب الجمر ولا كيف تأكله، إنما يخيل لكم هذا الشيء إنه يأكل الجمر وهو كذاب، هذه قمرة على الأبصار، سحروا أعين الناس فاسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، هذا سحر تخييلي كذب على الناس وتدجيل، وهو ما يسمى بالقمرة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هو أفضل كتاب وردت فيه صفة النبي صلى الله عليه وسلم؟ كتب كثيرة يا أخي، كتب السيرة، كتب السيرة وهي كثيرة، ومنها زاد المعاد لابن القيم، ومنها سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لابن هشام مختصراتها، نعم حديث صحيحة وردت نعم في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وصفاته. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل من الممكن أن يتصور الشيطان بصورة الملائكة؟ لا، ما هو من الممكن أبدا أن الشيطان يتصور بصورة ملك. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: الخوارج الذين خرجوا على المسلمين والصحابة رضي الله عنهم كانوا كثير صلاة وعبادة، فكيف أن صلاتهم وعبادتهم لم تنفعهم بأن يتحصنوا من الشياطين وأنهم لم ينتصروا على هواهم؟ الجهل، سببه الجهل، التعالم يسبب الخروج، فهم تعالموا على أنفسهم ولم يتعلموا على الصحابة ولم يتلقوا العلم عن الصحابة، واجتهدوا في العبادة حتى خرجوا عن الحد المألوف، والغلو ممنوع في الإسلام، فسبب هذا هو الغلو والجهل، أيضا غلو وجهل والعياذ بالله، ورخص للعلماء عندهم، يسخرون من الصحابة يسخرون من العلماء، هذا اللي سبب لهم الهلاك، وهذا ليس خاصا بهم بل يشمل كل من اتصف بصفاتهم إلى أن تقوم الساعة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: عند زيارة مقبرة البقيع بالمدينة النبوية نرى أناسا من أهل الطرق الصوفية والرافضة يقومون بالتبرك بالقبور والدعاء عندها من دون الله تعالى، فما هو الواجب علينا تجاه ذلك؟ الواجب أن تنصحوهم إذا كانوا يقبلون، أو تبلغون عنهم الجهات المسؤولة، تبلغون عنهم الجهات المسؤولة، تكتبون لولاة الأمور لعل الله ينفع بالأسباب. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ذهبت إلى المدينة النبوية واعتكفت في العشر الأواخر من رمضان، وكان بجانب مني شخص من الصوفية الغلاة، فهل علي إثم في مجالسة هذا الصوفي؟ أنت في المسجد لا جالس تنبسط معه، اجلس في المسجد وللذكر والصلاة وقراءة القرآن واتركه عنك. إن قبل النصيحة تقبله تنصحه، وإلا اتركه عنك وأعرض عنه. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.